الله يرحمه كان بيضحكني مرات. ليش وصار؟ مات. مات؟ هلأ شفته بالسوبر ماركت. مات بالنسبة لي. الخيانة الضربة القاسية لأي إنسان وللنساء تحديداً هو لما نحس إنه حب حياتنا بدلنا بحدا تاني وقدم له نفس الاهتمام العاطفي اللي كان يقدم لنا إياه أو أكتر. بس ليش ممكن يخوننا شريكنا؟ والسؤال الأهم ليش منتخان؟ عم نحكي عن خيانة اللي غنت لها أصالة مش تخون. الخيانة هي لما A بيكسر ثقة B عبر فعل أي شيء بيخالف معايير أخلاق وقيم B. يعني لما A يكون غير مخلص مع B. بس هاد شرح عام. يعني عنا A وعنا B بعلاقة، بس A عينه زايغة شوي ومعجب ب C. هاي خيانة. في عدة أجوبة. بيقول عالم النفس الدكتور جوشوا كليبو إنه الخيانة هي انتهاك للثقة بحسب مفهوم الشخص للثقة والخيانة، وفي أشخاص ممكن ينهوا العلاقة بعد ما ينخانوا أول مرة، وهذا الشيء بيعتمد على قوة العلاقة، التاريخ اللي بيجمع الشخصين، وعلى نوع الخيانة. نبلش بالخيانة الجسدية، وهي لما ننخان جسدياً أو جنسياً ومش بالضرورة يكون فيها مشاعر. أما الخيانة العاطفية هي لما يكون شريكنا في عالم تاني عاطفياً مع شخص آخر. على فكرة صعبة، صعب كتير، ومع تطور التكنولوجيا صار عنا الخيانة عبر الانترنت، يعني عبر رسائل حميمة لشخص آخر أو لمجموعة من الأشخاص وحتى مشاهدة المحتوى البورنوغرافي. وعندك الخيانة الجزئية، يعني إجر لورا وإجر لقدام، إنه يكون في غزل بس مش ناوي يخونك. بنات هذا النوع بالذات انتبهوا منه. وآخر نوع من الخيانة هو الجمع بين كل هالخيانات، يعني عاطفياً، جسدياً، إلكترونياً، علمياً، فنياً، عملياً، اللي بدكم إياه. طيب ليش؟ 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 ليش بننخان؟ وبالأحرى ليه في ناس بتخون؟ بالنسبة للدراسات، بتعرفوني كتير بحب الدراسات، في 8 حوافز للخيانة. في دراسة أجراها باحثين عام 2020 باسم What do people say and feel when they have affairs؟ أو شي بيقولوا بحسوا الناس بس يقوموا بالخيانة. بالدراسة 495 شخص اعترفوا بالخيانة في علاقاتهم. لفهم الأسباب قدموا لهم الباحثين 77 طريقة ليجاوبوا على سؤال واحد وهو ليه خنتوا؟ والمفاجأة معظم الأجوبة ما كان إلها علاقة بالجنس. فالسبب الأول هو الغضب، يعني رواء تخانقنا وخاني ورحت خنته. والسبب الثاني هو الثقة بالنفس، عملوا هذا الشيء ليحسوا بثقة أكثر بحالهم. والسبب الثالث هو النقص بالحب، يعني الخاين ما كان متأكد من مشاعره الحقيقية أو حاسس إنه ممكن يلاقي شخص أحسن. والسبب الرابع هو عدم الالتزام، يعني الشركاء الخائنين ما حسوا إنهم ملتزمين بشكل رسمي بالعلاقة. أما آخر سبب هو الحالة اللي كان فيها الخائن، مضغوط من الشغل أو الجامعة، ما كان عم بفكر بشكل واضح، أو مثلاً تحت تأثير الكحول، يعني خيانة عن طريقة المسلسلات المكسيكية. حبيبتي ما كنت مضغوط بالشغل، الشغل فوق راسي يعني لا أرتاح. عندنا serial cheaters أو الخائنين المتسلسلين، وهدول اللي بيخونوا عدة مرات، مش مرة إنه غلطة ندمان عليها، عدة مرات. بتقول عالمة النفس ستيفاني ساركس بكتابها Gaslighting إنه بالعادة الخائنين بيكونوا نرجسيين وبحاجة إنهم ياخذوا اهتمام من عدة أشخاص بنفس الوقت، وعلى الأغلب إنه بس يفوتوا حياتكم حيعملوا لكم love bombing، بيحسسوكم إنكم أحسن إشي صار بحياتهم، بس لما تتعلقوا فيهم رح يوطوا من قيمتكم، وشو ما عملتوا ما رح يعجبهم، وعلى الأغلب إنه رح يحسسوكم بالذنب ويلوموكم إنتوا على الخيانة. وهاي بتشوفها كتير بمجتمعاتنا، يعني بس الرجل يخون مرته ممكن يقولها ما انت كنت اللي هملتيني وطريقتي طبخ ونفخ وأولاد وممكن اللي حواليها يساعدوا ما انت كمان مقصرة ببيتك. والأسوأ انه ممكن يتهمك انت بالخيانة ليشتتك عن تصرفاته. حال قررتي تتركيه رح يقولك مش رح تلاقي حدا بحبك قدي. ويمكن هالوصف بيعطينا فكرة عن نوعية شخصية الخائن بحال كان نرجسي أو متسلسل. بس السؤال الذهبي، لحظة شوي، درام رول، مين بيخون أكتر؟ النساء
أم الرجال؟ يعني صراحة كلنا عارفين الجواب. إجمالاً الرجال بتخون أكثر من النساء. لحظة قبل ما تهجموني. لحظة، عم تتقلص الفجوة بين الجنسين بعد دخول المرأة على سوق العمل. يعني منخون. والخيانة عم بتكون مختلفة بين المرأة والرجل. بتقول دراسة اسمها Journal of Sexual and Relationship Therapy إنه المرأة بتجرحها الخيانة العاطفية، أما الرجل بتجرحه الخيانة الجسدية. على فكرة بتجرحنا الخيانة الجسدية كمان، بس تعرف هم مبدأ هالدراسة. يعني حاس الباحث لهاي الحلقة رجل. الخيانة خيانة، لو كانت جسدياً، عاطفياً، روحياً، جنياً، علمياً، فلكياً. أوكي سوري، تعالوا نحاول نفهم مبدأ هاي الدراسة. المرأة تعتبر إنه الخيانة العاطفية هو ترك الرجل إلها ليقدم موارده لشريك بديل. تتذكروا حلقة الباد بويز لما حكينا عن فكرة الأمان للمرأة عند اختيار الشريك؟ ففكرة الموارد هي سبب أساسي وقت اختياره ووقت الجرح من الخيانة. أما الرجل فردة فعله بدائية على الخيانة ومتعلقة بالإنجاب، عشان هيك بيخاف من الخيانة الجنسية تحديداً لأنه المجتمع حيشوفه بلا شرف. وبتأكد المعالجة النفسية لينتي برونكاتو هذا الشيء، إنه الرجل بيحركه الإيغو والكبرياء، فبيختار ينفصل عن شريكته بشكل سريع لأنه ما بده ينشاف بشكل ضعيف. أما المرأة فممكن ما تترك العلاقة لتحافظ على وضعها المادي، لتحافظ على العيلة إذا كانت بتعتمد على الشريك. طيب شو بيصير بجسمنا بحالنا لما ننخان؟ صدمة ما بعد الخيانة، أو ما يسمى بـ Post Infidelity Stress Disorder. فالإنسان بعد الخيانة ممكن يكون عنده عدة مشاكل نفسية، مثل مشاكل بالالتزام والثقة، قلق وعصبية وخوف، عدم ثقة بالناس، صورتنا عن حالنا تتغير، قلة النوم والتفكير السلبي المتواصل. بس الخبر السعيد إنه في طريقة لنواجه هذا الشيء، وهاي بعض النصائح من فريق شيناتومي. ركزي معي واسمعي منيح حتى أنت صديقنا الرجل بحال تعرضت للخيانة. النقطة الأولى، ما تلومي حالك، أنت مش مسؤولة عن قرارات غيرك. النقطة الثانية، تخلي على ثقتك بحالك حتى لو كان الموضوع صعب، بس مع الوقت مع الأشخاص والبيئة الصح ترجع الثقة أسرع. النقطة الثالثة، خصصي وقت للرعاية بنفسك، يعني مارسي نشاطات بتحبيها وتساعدك على الشفاء مثل التمارين الرياضية والتأمل. النقطة الرابعة، لما تحسي بشعور سلبي اعترفي بهذا الشعور وحدديه عشان تعرفي تحتويه. النقطة الخامسة، لما نوبات الهلع والقلق تيجي حتيجي، خصصي وقت هادئ بيئة مناسبة لتتعاملي مع هاي الحالات. النقطة السادسة، ابني نظام دعم جيد مع الأصدقاء، العائلة، زملاء العمل، ليقدموا لك مساحة آمنة بس تكوني حاسة بدك تشاركي مشاعرك. وأخيراً حطي حدود صحية وواضحة ليعرف كل اللي حواليكي قيمتك الذاتية. وهيك بنكون عرفنا شو هي الخيانة، شو أسبابها وشو تأثيرها. بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقة. هاد برنامج شيناتومي، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا تيرن اون لنوتيفيكيشنز عشان توصلكم الحلقة أول ما تنزل. ومش غلط تعملوا لنا لايك واكتبوا لنا كومنت، هل عمركم خنتوا حدا أو تعرضتوا للخيانة؟ يعني بتمنى لا هاي ولا هاي. بشوفكم الحلقة الجاية.